السيدات والسادة، يأتي انعقاد هذا المنتدى في ظل تحديات تدفعنا نحو تجسيد شراكة إيجابية وفاعلة بين القطاعين العام والخاص، وتعزيز مستوى الابتكار في مجال تكنولوجيا المعلومات لتطوير أداء كافة قطاعات الدولة وفي مقدمتها القطاع الخاص، والذي يؤدي دورا محوريا في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لسياسة التنويع الاقتصادي التي انتهجتها كافة دول المنطقة في السنوات الأخيرة. وفي إطار هذا التوجه، حرصت دولة قطر على تنفيذ مجموعة من البرامج والسياسات الهادفة إلى تعزيز مساهمة القطاع الخاص في عملية التنمية الاقتصادية، حيث أصدرت الدولة قوانين وتشريعات ملائمة ساهمت في تسهيل إجراءات ممارسة الأعمال التجارية، ووفرت بيئة استثمارية جاذبة لمختلف المشاريع الاقتصادية. علاوة على ذلك، فإن السوق القطري مفتوح للمستثمرين على اختلاف نشاطاتهم الاقتصادية وتوجهاتهم الاستثمارية، مما سيساهم في دفع خطى توسع التبادل التجاري نحو آفاق جديدة. الحضور الكريم، لا يفوتنا في ختام كلمتنا أن نشيد بما تم التوصل إليه من قرارات هامة خلال اجتماع الجانبين القطري والتركي في الدورة السادسة للجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي والفني على مستوى كبار المسؤولين التي عقدت في الدوحة الشهر الماضي، ونحن نتطلع لمواصلة هذه النجاحات وتحقيق كل ما من شأنه أن يعود بالخير والنماء والازدهار على بلدينا الشقيقين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.